السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخبار سارة لقانون 148. صرح النائب الدكتور إيهاب رمزي عضو مجلس الشعب اليوم 1/11/2021 أنه أنهى مشروع قانون بتعديل قانون المعاشات 148. قد تم تقديمه اليوم إلى مكتب الأمانة العامة بمجلس النواب بعد أن حصل على توقيع 60 عضوا من أعضاء المجلس. يعني يا جماعة الوقت الدكتور إيهاب رمزي قدم المشروع، أنا كنت عملت فيديو قبل كده من يومين، قدم المشروع والحمد لله 60 نائب وقعوا عليه، يعني هيبدأوا يتكلموا في المدة اللي هو قال عليها أو اللي هم هيتفقوا عليها بإذن الله. أبشروا أبشروا خير بإذن الله لقانون 148، إن إن شاء الله يكون خير بإذن الله. اليوم 1/11/2021 في مصر. دمتم في رعاية الله وأمنه، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.